رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. طبعا تفوق المصممة والمهندسة السعودية صار عندنا شيء واضح وملموس في مجتمعاتنا العربية والمجتمع السعودي بوجه خاص. طبعا حصلت بعد ما حصلت على التأهيل العالي وبدأت ممارسة نشاطها على الأرض لتنافس اليوم المرأة السعودية في التصميم والديكورات باقتدار. فعلا أسرار، هذه المرة نحاول الاقتراب من خبرة، هذه الخبرة ما شاء الله خاضت في مجال التصميم والديكورات 14 سنة، فعشان كذا اليوم خلونا نرحب بمصممة الديكور اللي نورتنا أستاذة ليلى جدعان. يا هلا فيك في سيدتي. يا هلا وسهلا بكم. جعدان. جعدان. ليلى جعدان، نورتينا سيدتي. أهلا وسهلا. بداية ما شاء الله أستاذة ليلى بنتكلم على 14 سنة في مجال تصميم الديكور، يعني حكينا عن هذه الخبرة اللي يعني ايام يعني ايامها ما كان في اساسا سيدات في ذلك الوقت. اهلا وسهلا بكم. اولا هي بداياتي كانت اصلا صعبه لانه زي الحفر في الصخر. صحيح. يعني زي اللي يرسم لوحه واللي يحفر في الصخر. كانت البدايات من عدم توفر اصلا التخصص في الكليات يعني بشكل زي ملموس الان. صحيح. ايوه. فبعدها الحمد لله يعني خضت تخرجت، حاولت اني اخذ دورات، حاولت اني توفقت بالحمد لله، وجاء نصيبي بزوجي كان مهندس معماري، كان الخطوه الاساسيه لي بتعاونه معايا اني انا قدرت امشي الحمد لله. حلو. لكن مع ظهور كثير من السيدات في هذا المجال اليوم، هل هذا يعطي زياده في المنافسه؟ طبعا اكيد اكيد، ظهور كميه كبيره وبعدين تسهيلات كثيره والمجال صار واسع ومحبب. يعني عكس اول كان ظهورك انت كفرد مثلا انثوي في مجال كله رجالي. صح. سواء في ميدان او في مكتب او كذا كان حتى ما في ثقه يعني اكثر من انه بس دحين يعني اغلب الناس يعني بداوا ما شاء الله يروحوا السيدات لانه حتى السيدات فاهمين ذوق السيدات. لا صار مفضل الان نفسهم في هذا المجال يعني السيدات. طبعا اليوم. طبعا حلو. صار مفضل اكثر ومحبب لانه هذا ميدانها اللي تلعب فيه سواء من. صحيح. روحها سواء من تفضيلاتها للالوان كسرها للروتين يعني مجالها صار اوسع. وتتشز على قولتهم حقت السيدات. طبعا طبعا وايش ما كان. طب نبغى نعرف ما هي الاعمال اللي تقوم فيها في مجال تصميم الديكورات؟ نقدر نقول مكاتب، مطاعم، بيوت، ايش اكثر شيء؟ كله. التصميم الداخلي عامه بيبدا بتصميم المنازل او ثم يعني على حسب ايش ميول وايش قدرتك ايش ممكن تعطي في المجال، يعني معارض، منازل، محلات، استوديوهات، بازارات، يعني كل اللي تظهري فيه. وطبعا التصميم مختلف، في ميول، في ممكن انت ميولك للمحلات، ميولك انك تبي تظهري لا في القصور والمنازل. صحيح. يعني حسب ميولك طبعا خياري بيكون. صحيح. ايوه. لكن انت تحصلي على يعني خبره لسنين طويله ما شاء الله تبارك الله، فهل هذا الشيء زادك او قدرتي تحصلي من خلاله على فرص اكثر ومشاريع اكبر؟ طبعا طبعا، هذا المجال يعني كل ما انت مشيتي زي الدكتوره زي الممرضه زي كل ما مشيتي في المجال كل ما صارت ثقتك كل ما صارت قدرتك انك تقدري تاخذي مشاريع اوسع واحسن. حلو. وبصراحه بتكون في كل خطوه انت تاخذيها تبدعي اكثر. حلو. تبي تثبتي اكثر وتصير مسؤوليه اسمك اكثر. صحيح. أيوة. طب خلينا نخوض معاكي تجربه من البدايه، استاذه ليلى يوصلها مشروع، ايش تسوي من اول شيء لاخر شيء؟ حكينا عن المراحل اللي بعدي فيها اي مشروع. طيب عاده اول ما يجيكي المشروع لازم تكون في جلسه ايش يسموها نفسيه او تعرفي ميول الزبون، ميول العميل هو تفهمي. صح. ايوه. ايش ميوله، ايش تحبيه، يعني ايش يحب من الوان طبعاً. من اشكال، هو ايش يكره، هذه اهم حاجه. صح. خاصه اذا كان منزل هو اللي حيعيش فيه مش انت. صح. يعني تقريبا الجلسه الاولى تعتبريها نفسيه، جلسه نفسيه يعني تعرفي على بعض وعشان تعرفوا نفسيه، تاخذي منه اللي تبغي او اللي هو يبغاه يعطيكي كله، تاخذي سماعيه تكون اكثر من اعطاء، لازم تسمعي
عشان تعطي. صح. إذا ما سمعتي منه كيف حتعطي له اللي هو يبغاه بعد الجلسة النفسية؟ حتبدأ تحطي الأفكار الأساسية اللي أخذتيها منه وترتبيها، تبدأ ترسم السكشن في كونسبت بورد أو شيء زي كذا. طبعا بلان، البلان تبدأ تقسميه، تحطي إيش هو أول شيء التقسيم الأساسي. بعد ما تشوفي التقسيم قبل ما تطرحيها للزبون تشوفيها هل هي موافقة للقوانين، ما فيها أي مخالفات، ما فيها أي حاجة، أوكي تمام. تبدأ تطرحيها للزبون. الجلسة الثانية حوارية، تبدأ تحاوري تقولي له سويت لك كذا، عملت لك كذا، هو حيبدأ يقول لك لا نستبعد، لا نضيف. طبعا بعد كذا المجال مجالي خلاص، يعني أبدأ في إيش أنا ممكن أضيف له. خلاص أنا أخذت كل احتياجاته، أنا أبدأ أنفذها. أيوة، وتتفقوا في الوسط وبعدين تبدأي تقولي له من فين تجيب ذا، من فين تجيب طبعا لا ممكن من الصفر هو. أيوة طبعا صحيح طبعا. ولكن ليلى بيكون تشطيب نهائي يعني. حلو، ولكن ليلى هل ما زلت لليوم تعانين في كسب ثقة العميل كسيدة يعني سعودية في هذا المجال، ولا لا بتخرج إلى الميدان وبتراقب العمل بكل سهولة؟ كسب ثقة للعميل لا، هذه خلاص تخطيناها تماما يعني الحمد لله. بالعكس صار محبذ، خاصة سهولة التعامل مع المرأة إذا كانت مرأة بيحبذ زوجها، أو يعني كأنها تكون ليل أنها بتعطي كل اللي فيه وأنا أكون قريبة منها. هذه بشرة سارة لكل متخرجات يعني. طبعا طبعا أكيد الحمد لله. هذه الثقة لا خلاص ما نتكلم، بس وجودي في الميدان تقريبا الأوقات لازم تحددي أوقاتك، فراغك، الأجواء يعني خاصة إحنا في جدة شوية صعبة. صحيح. بس بالعكس يعني ممكن يكون فيها مشقة على المرأة. أيوة. وأنا هذا من هنا أنا أقول لك كل متخرجة أو المجال الجديد اللي الآن اللي كلهم متخرجين منه، ما هو مكتبي التصميم الداخلي، ما هو مكتبي، ما هو عمل رسم وبس. لازم لما ترسمي ميدان، لازم لما ترسمي تشوفي ايش حطيتي، ايش رسمتي، ايش اسستي. صح. هل هو قابل للتنفيذ ام هو خيال؟ لازم حلو. تكوني مثبته، ما في دلع يعني. هو ده. طيب استاذه لينا، بنعرف كيف تتطور قدرات مهندسين الديكور، هل بتتطور تحسي في تطور زياده عن زمان ولا عمليه تكراريه بتعيد نفسها؟ لا في تطور كبير، وخاصه بظهور برامج يعني جبارة فعلا. الريفت، الأشياء ذي، الكمبيوتر أدى سهولة في طرح وبصراحة في إبداع. هذا أولا. ثانيا المطالعة الكثيرة، وخاصة وكمان أكثر شيء اسمع، السماع، الواحد يسمع للصغير والكبير، تسمع من الزبون عشان تقدر تعطي له شيء يحبه ومميز ومكرر. طبعا الاطلاع والنت وال يعني تشوفي ايش برا العالم عامله وانت تنفذي منها. صح. لكن هل احنا اليوم في مجتمعنا السعودي نحتاج الى سيدات سعوديات اكثر في هذا المجال او مصممات طبعاً اكثر؟ طبعا وافتقدوا كمان يعني للحين ما عندنا العدد الكافي. في بس قلت لك الى الان المفهوم انه في ميداني في الموضوع مجهل او معتم او ما يبغوا يعني لانه مجهوده اكثر. صحيح. من اللازم. صحيح. انا افضل انه اول حاجه انصح بها انه النزول ميداني، لانه انت لما فكرتك تتعزز بشيء واقعي حتكوني مبدعة أكثر. ولما تكوني مشرفة على كل شيء يعني بنفسك. صحيح. لا حتى وانت بترسمي. أيوه. حتى وانت بترسمي تحط الفكرة، بتحط في راسك إنها ما هي سهلة. صحيح. سواء من اللي انت حتتعاملي مع مين، كيف حتتنفذ، لازم يكون كلامك واقعي أكثر من خيالي عشان تكوني ناجحة. طيب أستاذة لينا، بنعرف أكثر يعني إيش أكثر المشاريع أو أصعب المشاريع اللي عديتي فيها مثلا؟ هل هو كان مشروع قصر أو مشروع مستشفى أو مشروع مطعم، وإيش الصعوبات اللي كانت في هذا المشروع؟ ممكن أكثر شيء المستشفيات، لأنه فيها يعني إيش تخصصات كثيرة، وفيها أشياء. صحيح. بصراحة شوية بعيدة أكثر. تفاصيلها تفاصيل كثيرة أكثر. أبعد من ما يكون لو مطعم لو أي حاجة ثانية تكون سهلة بسيطة. أيوة مش بسيطة بس تكون سهلة في متناولك، أما هذه فيها أمان أكثر. صح. فيها سيفتي، فيها أنظمة دولية، أنظمة صحية، ولازم تمشي عليها، لازم تمشي عليها وما تمشي ديزاينك على كيفك، لازم تلتزمي فيها. حلو، أنت ذكرتي أن أنت زوج حضرتك برضو في نفس المجال. أيوة. جوا البيت
تعدل على بعض او يحصل مناقشات في مشاريعكم؟ والله شوف كرمين اللي بيمشي خارج البيت. لا هو انا بحاول اني اكون خارج البيت يعني الحمد لله، والى الان يعني انا مجرد ما اخرج من المكتب انتهى قفل. طيب سؤال، ديكور مين؟ ولا مش حنعيش يعني ديكور مين في البيت؟ ديكور مين في البيت ماشي؟ ديكورو ديكور الرجل رجل ولو ايش يعني. ما تقولي له لا انت هنا كان يحتاج تعمل كذا، او هو يقول لك مثلا؟ والله انا استعين به بالعكس. حلو بالعكس حلو. هذا شيء يشرفني يعني، رأيه كان كثير يسهل لي أشياء كثيرة. يعني لما أنت تشتغلي، أنت مصممة أنت بتشتغلي خيال وأشكال، بس لما يكون مدعم بأنه يكون معماري صح ويكون إنشائي صح ويكون كهربائي صح ويكون كله ماشي صح، حيكون تصميمك أقوى، ما في أي نقاش. صحيح صحيح. صحيح. طيب إيش النصائح اللي ممكن أي فتاة في اليوم بتسمعنا تبى تدخل مجال تصميم الديكور، إيش النصائح اللي تقدر تقوليها وتوجهيها ليها عشان في يوم من الأيام تقدر تثبت نفسها وتثبت وجودها؟ ما حد يعني عدم إيش يسموه التجمد في الفكرة، لازم تكوني سلسة سهلة مع الجديد ومع القديم، وتظهري ايش شخصيتك فيه. حلو. لازم كمان السماع للشخص العميل، هذا هو الكرت النجاح صراحه، نقطة. لانه بيخلي عملك غير مكرر. انت بتاخذي فكره اسلوب، بعدين تضيفي عليها اسلوب، حيصير شيء ثاني، يعني حيطلع فكره جديده بالنسبه لك وبالنسبه للعميل ولشغلك عامه. وتطور صح، وتتطور اكثر في افكارها ونظرتها. صحيح. ولكن ليلى في الفتره القادمه طبعا احنا داخلين على سنه جديده، ايش ليلى لسه عندها احلام ما حققتها وتتمنى انها تحققها في الفتره القادمه؟ ان شاء الله. يعني انا حابه اني انا ادخل مجال المعارض والاشياء دي، وباذن الله قريب اني انا يعني ادخل فيه. الله يحقق. نتمنى لك المزيد من النجاح. مصممه الديكور استاذه ليلى جعدان، نورتينا واسعدنا حضورك معنا. الله يسلمك. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعده بقيه فقراتنا لهذا اليوم. We'll be right back.